رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. يا ربنا آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، وآتنا ما وعدتنا على اتباع رسلك، ولا تفضحنا ولا تذلنا ولا تهنا بذنوبنا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما تخزي الكفار، فإنك كريم لا تخلف وعدا وعدت به عبادك، فوعدك حق ثابت لا يتبدل. قالها أولو الألباب وهم على يقين تام أن الله له وحده القدرة المطلقة وأنه لا يخلف الميعاد، وقالوها من باب التضرع والخضوع والتذلل لله رب العالمين. أخي الكريم، لو تأملنا جيدا في تاريخ الموحدين المؤمنين لوجدنا أن عصور الابتلاء أضعاف أضعاف عصور التمكين، فما الحكمة من ذلك؟ هي ليست حكمة بل حكم عظيمة فيها تمحيص للمؤمنين من المنافقين، وأن المؤمن يكون في إقبال على الله عز وجل بالدعاء والتوسل في أوقات الابتلاء أكثر من غيره. وبعد أن تدارسنا تلك الآيات المباركة دعونا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لعله يستجيب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.